اهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة احب ان اقرأ لك من سفر الامثال الاصحاح التاسع آية رقم 17. الآية بتقول ايه؟ المياه المسروقة، المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ. الآية بتقول كده ان المياه اللي بتسرق طعمها احلى، والخبز اللي بتسرق الخفية يعني في الخفاء بيتاخد في الخفاء، الطعام اللي بيتاخد في الخفاء ده ألذ. مين اللي قايل هذه العبارة؟ اللي قايل هذه العبارة انسانة مستخدمة من الشيطان، واحدة الشيطان بيستخدمها لإيقاع الناس في الخطية. فالوحي سفر الأمثال بيكشف هي بتقول إيه، هي بتقول إيه؟ لا، بتقول كلام خادع، إن اللي أنا بقدمه ده أجمل من أي حاجة، كأن الزنا يعطي متعة أكثر من العلاقة داخل الزواج. الشيطان بيقول كده. عزيزي المشاهد، أحسن أو أعظم شركة دعاية بيمتلكها إبليس. إبليس عنده شركة دعاية، بيعمل دعاية عظيمة جدا 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 للبضاعة بتاعته. يعني يعمل دعاية للزنا، يعمل دعاية للمخدرات، يعمل دعاية للسكر، يعمل دعاية للقمار، وبارع جدا جدا في الدعاية، بارع جدا جدا. يعني في شركات بتصنع حاجات قيمتها قليلة، لكن تروح لشركة دعاية بقى متخصصة يعملوا دعاية وإعلانات في التلفزيون وفي الشوارع عن البضاعة دي. البضاعة قيمتها وحشة، لكن الدعاية تخدع الناس. إبليس عنده كده، إبليس عنده شاطر قوي قوي في الدعاية. وهنا الكتاب بيفضحه، يقول إيه؟ المية المسروقة، يعني مسروقة ده مش حقك، مش حقك، مش حقك المية دي، مش من حقك الخبز ده، ده الرب ما عطاكش هذا الحق، الرب مش سامح لك انك تزني، الرب مش عاطيلك هذا الحق، دي حاجة انت مش من حقك. بس الشيطان بقى يقولك اللي مش من حقك ده جميل جدا جدا جدا. دايما الشيطان بارع في الدعاية، ويصور لك ان العلاقة الغلط دي رائعة، دي بقى اللي فيها المتعة، دي اللي فيها تسديد الاحتياج، دي اللي فيها اللي هتخليك تعرف تشتغل كويس. إبليس بارع يتفنن في تحسين الخطية، وزي ما بقول لك زي شركة بتعمل دعاية لبضاعة فاسدة. المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ. المرأة دي الشيطان بيخليها تقول كده، تعمل دعاية. وهنا بتقول لمين؟ في الجزء في الآية اللي قبلها آية 16 تقول لناقص الفهم باسم الرب يسوع. ما يبقاش عندنا نقص في الفهم باسم الرب يسوع، ما ننخدعش بالدعاية الشيطانية باسم الرب يسوع. يعني يقول لك الخطية الجنسية تحميك من الكبت، الشيطان بيعمل دعاية وتمنعك او ما تخليش امراض نفسيه تجيلك. الشيطان بيعمل دعايه، يقول لك اشرب خمره كتير دي مفيده للصحه، واسكر وده مفيد للصحه ويخليك تنسى همومك، وبعد كده لما تروح الشغل تعرف تشتغل. الشيطان كاذب. اوعى تنسى ان الرب وصف الشيطان بايه؟ بالكذب. قال عنه الكذاب. عزيزي المشاهد، قول كده معايا باسم الرب يسوع، لن أكون في أي وقت من الأوقات ناقص الفهم باسم الرب يسوع. الرب يتعامل معي بالنعمة،
انا ما استاهلش، يتعامل معايا بالنعمه ويجعلني لا انخدع ويجعلني غير ناقص الفهم باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. هذه المراه لن تخدعني، والبضاعه الفاسده بتاعت ابليس مهما كانت الدعايه اللي عليها لن انخدع. وباسم الرب يسوع هبعارف ان المياه المسروقة لا دي وراها كوارث. انك تقرا اية 18 يقولك الناقص الفهم تقول له المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ، يعني الحاجة اللي بتتاخد في الخفاء زي الخطايا الجنسية بتبقى في الخفاء، ما هنا الخبز اللي في الخفاء والمياه المسروقة اشارة في الجزء ده للخطايا الجنسية لانها في الخفاء وبتسرق لان حاجة مش من حق الانسان. فبيقول لك تقول لناقص الفهم المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ ولا يعلم، شوف بقى الخداع، ان الاخيلة يعني الموتى هناك، يعني انت بتقرب على جثث متعفنة، انت بتقرب على موتى، انت بتتقرب على رائحة كريهة جدا. عزيزي المشاهد باسم الرب يسوع لا ننخدع، ما ننخدعش. ابليس بيجمل الحاجه، ابليس بيجمل في البضاعه بتاعته في الخطيه، لكن الكتاب بيفضحه، كلمه الله بتفضحه. باسم الرب يسوع لن ننخدع ابدا، ولن نكون في اي وقت من الاوقات ناقصين الفهم. ولو انت حاسس انك انت فعلا بتنخدع والخطيه ليها اغراء وبتجذبك زي ما عملت مع شمشون، النتيجه فقد عينيه. فالخطية خادعة جدا، وباسم الرب يسوع لو انت شايف نفسك كده ارمي نفسك على الرب وقول له يا رب احميني من هذا الانخداع واعطيني يا رب ان اكون غير ناقص الفهم. عزيزي المشاهد بكمل معاك التأمل في انجيل لوقا الاصحاح العاشر في قصة الاثنين اخوات مريم ومرثا. قلنا ان مرثا كانت انسانة عظيمة في الحلقة اللي فاتت، قلنا مكتوب عنها وكان الرب يحب مرثا، انسانة محبوبة من الرب. قلنا عن مرثا انها كانت بركة لبيتها، بركة لانها كانت عايشة هي اختها واخوها مع بعض، الاب والام غالبا ماتوا وهم الثلاثة لسه ما تجوزوش، فهي كانت بركة لبيتها، لان بيقول الكتاب ان هي اللي دعت الرب ان يدخل البيت. يقول الكتاب وفيما الرب سائر مع التلاميذ دخل بيت عنيا، قرية بيت عنيا، وهناك رحبت امرأة بامرأة اسمها مرثا، رحبت بي في بيتها. فقلنا انها كانت عظيمة في هذا ان دخلت الرب البيت، ولما دخلت الرب البيت جابت بركة لمريم، يعني هي سبب البركة اللي جات لمريم. وقلنا ان لما دخل الرب البيت بقى انتقلنا من مرثا الى مريم. قلنا مريم بقى شفنا في مرثا انها كانت محبوبة من الله من الرب، وشفنا في مرثا انها قبلت الرب في البيت او دعت الرب في البيت وجابت الرب البيت، يبقى اذا هي بتحب الرب وعايزة الرب في بيتها، حاجة عظيمة جدا. وشفنا في الحلقة اللي فاتت كمان انها عايزة تقدم للرب احسن حاجة، احسن حاجة عندها، عايزة تعمل له احسن اكل، وقعدت وقت طويل وتهتم بانها تعمل له اكل ما حصلش. وشفنا انها كانت بركة لمريم. ايه بقى المشكلة بتاعت مرثا؟ ان لما الرب دخل نتنقل طب شويه من مرثا الى مريم، لان احنا لما هنشوف المجد اللي عند مريم هنعرف مشكله مرثا ايه. يقول الكتاب ان مريم استغلت الوقت ده ليه؟ لانها زي ما شرحت في الحلقه اللي فاتت كانت عارفه ان الرب عشان بيجي مش هيجي بيتهم كتير، لان الرب بيخدم في الجليل وهم جنب اورشليم، يعني مسافه بعيده قوي قوي قوي، يعني لازم يكون رايح اورشليم عشان يجي عندهم. فاستغلت الوقت، حست ان الوقت ضيق، وفعلا الوقت ضيق ومش متكرر، فاحسنت استغلال الوقت. ودي كانت عظمة مريم انها استغلت الفرصة، مش هتتكرر والوقت محدود،
فأنا أعمل إيه؟ لا، أبدأ أعمل الحاجة الأهم ثم الأقل أهمية. إيه الأهم؟ الأهم إن أنا أخد من الرب، عشان لما أخد من الرب أقدر أدي الرب. ده بقى العظمة بتاعت مريم، إنها رتبت الأمور صح. الوقت ما ينفعش إنها تروح المطبخ مع تشارك في إعداد الطعام، يعني ما ينفعش تقعد طول الوقت في 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 المطبخ، لان الرب مش هيجي هنا كتير. هي لازم تعمل الحاجه الاهم فالاقل اهميه. ايه الاهم؟ ان انا اخد من الرب. عزيزي المشاهد، اهم من انك انت تدي الرب انك تبقى مع الرب. يعني اهم حاجه انك تبقى مع الرب، مش انك تدي الرب. يعني في ناس كتير بتدل الرب، تقول لك انا رايح اخدم فقراء عشان الرب، وهي بتخدم الفقراء هي مش مع الرب. هي بتخدم الرب لكن مش مع الرب. ده اللي عملته مرثا في القصه دي، قعدت طول الوقت في المطبخ. المطبخ ده عشان تدي الرب، بس هي مش مع الرب. يعني زي واحد يخدم يقول لك انا بعمل كل حاجه عشان يسوع، هو مش مع يسوع، يعني مش متمتع بالرب يسوع. عزيزي المشاهد، لازم تبقى فاهم فكر الرب. فكر الرب انك انت محتاج له، مش هو محتاج لك. لا، في البدايه انت لازم تبقى عارف انك انت محتاج للرب. هو جاي عشان يديك، مش عشان ياخد منك. ياخد منك دي رقم اتنين. يبقى اذا الاولويات لازم تبقى مفهومه، ان انا قبل ما اخدم الرب لازم اخد من الرب. والخدام اللي بتحصل لهم مآسي في خدمتهم، يعني مثلا تحصل لهم وقعة جنسية كبيرة، تحصل لهم مآسي والشيطان يضحك عليهم، بيبقى السبب الأساسي انهم ما عندهمش وقت مع الرب. هم صحيح بيخدموا الرب طول النهار، مؤتمرات طول النهار، عظات طول النهار، خدمة رعاية، لكن ما عندهمش وقت مع الرب، ما عندهمش وقت مع كلمة الرب. دول هم اللي بيقعوا. وفعلا لو انت بتدرس حالات الناس اللي سقطت في من اللي كان خدام وسقطوا، هتلاقي ان اغلبهم كان زي مرثا، عايزين يدوا الرب وبيحبوا الرب. مرثا بتحب الرب، مش عايزه نقاش، هي بتعمل اكل لمين؟ بيحبوا الرب، وعايزين يدوا الرب كل حاجه، لكن مش بياخدوا من الرب، ما مش بيقعدوا مع الرب وياخدوا منه. لو انا مش بقعد مع الرب واخد منه، انا خطر. ليه؟ لاني اللي بعمله للرب مش حلو، مش هيطلع حلو، ومع الوقت هقع، ومع الوقت الخطيه هتغلبني. اهم حاجه ان انا ابقى حكيم. الوقت قليل، لما يبقى الوقت قليل، انت ما عندكش غير 24 ساعه في اليوم، منهم جزء كبير نوم. الوقت قليل، لازم في الوقت القليل ده يبقى في وقت للرب تقعد عند رجلين الرب وتتعلم منه، عشان الباقي مترتب على ده. لو ده موجود الباقي هيبقى كويس، الباقي هيبقى فيه بركة. اللي تعمله في 10 ساعات ممكن تعمله في 5 ساعات، ممكن تعمله في ساعتين. ليه؟ لان في بركة. ليه؟ لانك انت قعدت مع الرب، اختلفت. فهنا دي مشكلة مرثا، وده المجد بتاع مريم، ان مرثا عايزه تدي الرب، بس انت محتاجه الرب. لازم تاخدي من الرب وتسمعي الرب عشان تعرفي تخدميه، وعشان تخدمي بحكمه. هنا لازم ننتبه، لان القصه دي مهمه جدا 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 جدا. يعني ناس كتير بتحب الرب لكن بتقع في خطايا صعبه. ليه؟ لاهمالها التواجد مع الرب والجلوس مع الرب. يبقى اذا مريم جلست عند قدمي يسوع لانها حكيمه، وعارفه ان الوقت مش الرب مش هيجي كتير، وانها لازم تتغير ولازم تقعد عند رجليه. وطبعا في ذلك الوقت كان التلاميذ لما يتعلموا من المعلم بتاعهم يقعدوا تحت عند رجليه، زي ما قال بولس ان انا تعلمت عند قدمي غماليئيل معلم الناموس. يعني اذا ده كان متبع، اني انا عشان اتعلم ده المعلم بتاعي بقعد عند رجليه واسمع. وهي عايزه تتعلم،
عايزة تعيش زي ما يسوع عايز ومتمتعة بيه. فيقول الكتاب إيه؟ أما مرثا بقى، دي مريم عملت كده، أما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة. وطبعا هي المشكلة في كلمة كثيرة، لأنها مش حكيمة. ليه؟ لعاملة زي بالظبط أم أولادها جايين من السفر، فقعدت بقى تعمل أكل وأكل وأكل، ودول هيجوا عندي و و و. وبعدين لما جاء بقى وقت انهم ياكلوا مع بعض، ما انتش ما مش قادره، مش قادره تتمتع بولادها اللي جايين من سفر، هم مثلا كل واحد ومراته جايين وولادهم، وهي بقى الام الكبيره تعبت تعبت تعبت. فجاء وقت التمتع، مش قادره تتمتع ونعسانه يبقى اذا ده اسمه ايه؟ حكمه؟ لا، ده اسمه غباء، لانها عملت كل حاجه. يعني اللي هيسعد الرب الاكل اللي انت عاملاه يا مرثا، ولا انت نفسك؟ انت نفسك اللي هيسعد اولادك الاكل اللي انت عاملاه ليهم، ولا انت انك تبقي معاهم؟ فهنا القصه دي مهمه جدا جدا، لانها عملت خدمه كثيره للرب على حساب تمتعها بالرب واحتياجها للرب وقضاء وقت مع الرب. دي زي بالظبط ادي لك مثل تاني، زي واحده في البيت العيد جه بقى وتعمل 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 وتنظف و و و و و ويجي يوم العيد ما تتمتعش، ده يوم اجازه والعيله كلها ليه؟ لان خلاص بقى استهلكت، انتهت من التعب. فده اسمه حاجه فيها غباء باسم الرب يسوع. نحمى من هذا الغباء اللي خلينا نعمل حاجات تفقدنا التمتع، ونعمل حاجات زي ما بقول لك، واحد يعمل مجهود كتير 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 عشان ياكل اكله حلوه. يعني ممكن مثلا يقول لك احنا نروح ناكل في البلد الفلانيه، ويسافر ويعمل مجهود كبير، لما يروح ياكل يلاقي نفسه ما عندوش تمتع وما عندوش قوه، خلاص مجهوده راح في الاعداد. يقول الكتاب انها عملت خدمة كثيرة، كان لازم تبقى معتدلة، دي غلطتها. نعمل للرب اكل لكن ما نعملش زيادة يضرنا ويضر علاقتنا بيه. انا يا مرثا محتاجة اتعرف على الرب اكتر، ومحتاجة اقعد عن الرب اكتر. اكبر خطأ اني اخدم بدون ما اسمع من الرب، يعني اسمع الاول فاعرف اخدم صح، لكن بدون ما تسمع من الرب تخدم صح ازاي؟ بدون ما تعرف الرب عايز ايه؟ بدون ما تعرف الرب بيفكر في ايه؟ تخدمه ازاي؟ فدي كانت مشكلة مرثا، مش انها مش بتحب الرب، لا، مشكلة مرثا عدم الحكمة. الوقت محدود، فكان لازم تقسم الوقت، تقول نعمل مثلا بدل ما نعمل 5 انواع من الطعام نعمل 1 بس، نعمل 2، علشان ما يضيعش الوقت في اعداد الطعام والرب يتحرم مني وانا اتحرم من الرب. وطبعا مشكلتها الكبيره ان عدم احساسها انها محتاجه انها تقعد مع الرب، هي دي المشكله، دي مشكله كبيره، ودي مشكله ناس كتير انهم مش شاعرين انهم عندهم مشكله انهم ما بيقعدوش مع الرب. عزيزي المشاهد، لو انت مش بتقعد مع الرب انت مش هتتغير. التغيير بيحصل نتيجه قعدنا مع الرب، وقعدنا مع كلمة الرب. إنما وبشوف ناس في الخدمة كده بتخدم كتير كتير كتير، ولما الكنيسة تبقى محتاجاهم في حاجة من الصبح لمنتصف الليل، لكن ما عندهمش وقت مع الرب نفسه. ده خطير جدا جدا جدا، مش موضوع ان انا ابقى مع الرب وما اخدمش، ده مش القصه خالص في مع مرثا. لان يعني مرثا بعد كده في انجيل يوحنا في مناسبه تاني برضو كانت بتعمل اكل وتخدم، ولا الرب ولا الرب لما ليه اتعلمت الدرس. مش الموضوع انها ما تخدمش، ومين قال ان مريم مش هتخدم؟ ومين قال ان مريم، اصل في ناس يقول لك مريم دي تمثل الشخصيه العابده المتامله، لا غلط، لأن الكتاب ما كانش بيقدم نوعين من الناس، واحد بيتأمل واحد بيخدم، لا، إنما كان بيقدم واحد بيخدم بطريقة غلط اللي هي مرثا بتخدم بطريقة غلط، إنها بتخدم
قبل ما تتملي من الرب، قبل ما تقعد مع الرب. فالكتاب بيركز على هذه النقطة، يقول انها كانت مرتبكة، يعني لما تبقى قاعد مع الرب مش هتخدم بارتباك. والكلمة اليونانية اللي بتاعت مرتبكة دي يعني واحد كده تايه هنا وهنا وهنا وبيلف من الاعباء اللي حط نفسه فيها، مش عارف يعمل حاجة. وفي ناس عندها كده، تعمل عايزه تعمل 100 حاجه وعايز يشتغل في 100 مشروع، وعايز اللي يعمل في اللي في الحاله دي مش هيعمل حاجه ومش هينجح في حاجه. ليه؟ لانه شتت طاقته، فهي شتتت طاقتها لانها ما عندهاش الحكمه، وكانت لازم تتعلم الدرس ده والرب علمه لها. يقول لك الكتاب مريم بقى استفادت من الوقت، جلست عند قدمي يسوع، كانت تسمع كلامه. أما مرثا فكانت مرتبكة، مرتبكة، شوف يعني إيه مرتبكة، مرتبكة في خدمة كثيرة باسم الرب يسوع. أي خادم بيخدم الرب يرى هذا هذه الحلقة ويصلي أن ما يتبقاش الخدمة تعمل له ارتباك وتعمل له فقدان التركيز. لا تكن مرتبكا وانت تخدم الرب، تعمل اكل للرب ما تعملوش وانت مرتبك، ما ينفعش، لازم تعمله وانت عندك سلام وعندك تركيز. اما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة باسم الرب يسوع. لا نخدم كثيرا اذا كانت الخدمة الكثيرة تخلينا نخدم خدمة ما تفرحش قلب الرب. لما نخدم الخدمة اللي فوق الطاقة زي ما بيقول الكتاب بس واحنا مرتاحين. اهم حاجة انك تخدم وانت مرتاح، واهم حاجة وانت بتخدم الناس مش بس خدمة الرب، لو انت مثلا بتساعد واحد اهم حاجة انك ما تساعدوش وانت مرتبك. لازم تقعد مع الرب اولا وتاخد سلام وتاخد راحة. ولو انت بتساعد حد وشاعر كده بالارتباك و الهم والقلق، لا، تيجي للرب وتصلي وتقول يا رب اديني سلام، اديني راحة داخلية، يا رب اديني السلام والراحة علشان اخدم وافيد صح باسم الرب يسوع. نتعلم هذا الدرس الهام، ان الهدوء الداخلي والسلام الداخلي اللي بيجي من قعدتنا مع الرب يبقى قبل عملنا وقبل خدمتنا للرب وخدمتنا للآخرين. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. الرب معك.